واحدة بتقول ايه؟ هل صحيح ان الواحدة ساعة اكلها يوم فرحها يعني عندما تجلس على كرسي الاكليل ويحل عليها الروح القدس تمحى لها كل خطاياها؟ لان مرات امي قالت لي هذا الكلام. شوفي يا بنتي، الطريقة التي تمحى بها الخطايا هي التوبة. مش الجلوس على كرسي الزواج يمحو الخطية. التوبة هي اللي تمحو الخطية. ربما والدتك تقصد انها كانت تايبة يعني. لكن اللي ما يتوبش حتى الروح القدس يحل عليه ازاي؟ ده الكتاب بيقول لا تحزنوا الروح ولا تطفئوا الروح ولا تقاوموا الروح. فمش مسألة ان الروح اللي يحل في سر الروح القدس بيحل في سر الزواج لكي يربط الاثنين برابطة شرعية، رابطة دينية مقبولة، مش علشان محو الخطايا. لا، محو الخطايا ده يجي بالتوبة. والسيد المسيح في انجيل لوقا اصحاح 13 آية 3 و5 و4 الآيتين دول يقول ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.